هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من الثامنة إلى التاسعة مساء أيام الأربعاء، ومن التاسعة إلى العاشرة مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النيسان بثمان درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. مرحبا بكل المستمعين لإذاعة المنتدى، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا صلاح محمد زين يحييكم ويستهل ساعة اليوم الأربعاء 23 من مارس بقراءة الأخبار، ثم تعليق الإذاعة على مزاعم النظام بارتفاع قيمة صرف عملة النقفة. يلي ذلك فقرة عن ذكرى معركة تجربة من إعداد وتقديم الزميل